صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يقول من هو المقصود في هذه الآية؟ هذا مع سليمان عليه السلام. سليمان أعطاه الله جنودا عظيمة، وخصه بملك خاص به عليه السلام. ومن ذلك أنه لما أراد إحضار عرش بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس، بلحظة جاء به هذا الشخص الذي عنده علم من الكتاب. وهذا من معجزات الأنبياء، هذا من معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم.